بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي القطعة رقم 26 في سلسلة حل سؤال القطعة للمرحلة الثانوية، ودي القطعة اللي جت في ثانوية عامة 2022، امتحان ثانوية عامة 2022. برضو في صندوق الوصف هتلاقي ملفين، القطعة الأصلية والقطعة الايه المترجمة. المفترض ان القطعة الأصلية تحلها بمجهودك الأول. طيب نخش بقى على الايه القطعه على طول. بيقول لي in many countries، يعني في العديد من البلاد، rivers الانهار that cause floods، التي تسبب فيضانات، have to be controlled، يجب ان يتم السيطره عليها. There are many ways of doing this، هناك العديد من الطرق للقيام بذلك، including building walls along the sides of rivers، بما فيها او بتتضمن يعني من ضمن هذه الطرق بناء جدران او اسوار على طول الايه جوانب النهر. So that they do not flood، لكي لا flood يعني تفيض، تفيض بالمياه يعني تغرق الارض بالمية. Even when the water level rises، عندما يرتفع منسوب المياه. In some places، في بعض الاماكن، lakes البحيرات are created، يتم انشائها next to rivers so that، يتم إنشائها بجوار الأنهار لكي when the level rises، عندما يعني يرتفع منسوب المياه، the water runs into the lakes، المياه تجري في البحيرات، instead of بدلا من into the streets، داخل الشوارع، شوارع يعني of towns or cities، المدن والبلدات. In other places، في أماكن أخرى، dams السدود have been built، تبنى السدود to stop لإيقاف أو لمنع rivers الأنهار من يبقى خلي بالكم بقى stop بجرام مفعول بعد كده verb ing معناها لمنع كذا من كذا، يبقى لمنع الأنهار من الفيضان، يبقى to stop rivers flooding. وممكن كان يكتب stop rivers from flooding، يعني ممكن بفروم أو من غير. The Aswan Dam، سد أسوان is a good example of this، سد أسوان هو مثال جيد على ذلك. It has saved Egypt، لقد أنقذ مصر from floods for years، من الفيضانات لسنوات. بعد كده بيقول لي in London، في لندن the British capital اللي هي العاصمة البريطانية، many areas الكثير من المناطق are below the level of the Thames River، يعني ايه below أسفل مستوى the level of يعني مستوى the Thames River نهر التايمز، which means مما يعني that the city أن المدينة has to be protected، يجب أن يتم حمايتها. has to be برضو فعل باسفة، has to be protected يجب أن يتم حمايتها from possible floods من الفيضانات المحتملة أو الممكنة اللي ممكن تحصل يعني. to do this وللقيام بذلك a huge metal wall يعني جدار أو سور يعني معدني ضخم جدار معدني ضخم called يسمى the Thames Barrier اللي هو حاجز التايمز was built بنية across the river عبر النهر. usually عادة this stays open يظل مفتوحا، يظل هذا الحاجز ده مفتوح. so boats can احنا قلنا so can او so the وكان لكي يبقى لكي يبقى boats can pass up the Thames لكي تستطيع لكي تتمكن يعني القوارب من عبور الايه النهر تو لندن الى لندن للدخول للندن or down the river to the sea او عبر النهر الى البحر. بيقول لي بعد كده if the water in the river rises لو المياه في النهر ارتفعت to a dangerous level الى مستوى خطير the wall الجدار ده can be raised يرفع بقى يبقى بيتم رفعه في حاله لما الميه منسوب الميه يرتفع. Between بيقول لي بعد كده بين سنة 1982 when it was finished عندما تم الانتهاء منه من بنائه يعني and 2009 يعني بين سنة 1982 وسنة 2009 the Thames Barrier اللي هو حاجز التايمز was raised رفع over 100 times أكثر من 100 مرة. Venice in Italy اللي هي فينيس دي اللي هي البندقية مدينة البندقية in Italy في إيطاليا has the same control system بها نفس نظام ايه التحكم ده.
الفقرة بقى الثالثة بيقول لي we usually نحن عادة think of نفكر في أو نعتقد يعني إن floods الفيضانات as bad نفكر فيها كشيء سيء and there are many examples of floods وهناك العديد من النماذج نماذج الفيضانات which have destroyed towns التي دمرت البلدات cities المدن and farmland والأرض الزراعية but floods can be also benefit people احنا قلنا كان تستطيع او يمكنها ان يمكن للفيضانات ان benefit people تفيد الناس يبقى يمكنها ايضا ان تفيد الناس in the past يعني في الماضي ايام زمان يعني for example على سبيل المثال Nile floods فيضانات النيل made agricultural and more fertile for farmers يعني ايه يعني Nile floods دي فيضانات النيل جعلت agricultural land الاراضي الزراعيه more fertile ممكن نقولها fertile او fertile يعني fertile او fertile دي خصبه يبقى جعلت الاراضي الزراعيه اكثر خصوبه للفلاحين اكثر خصوبه للفلاحين more fertile for farmers the lack of rich mud brought out by the floods يعني نقص التربه الخصبه او الطينه الخصبه ها اللي كان بيجي لها يعني المفروض هنا which was brought اللي كان بيتم جلبها يعني by the floods بواسطة الفيضانات هنا في محذوفة which was حذفت واكتفوا بالتصريف الثالث اللي هو brought لان bring brought ودي قاعدة عليكم يعني المهم which was brought التي كان يتم جلبها يعني بواسطة الفيضانات has obliged يعني ايه اجبرت the farmers الفلاحين to use increasing amounts of chemical fertilizers دي اللي هي الاسمده الكيميائيه and chemical insecticides ودي المبيدات الحشريه الكيميائيه برضه which surely اللي بالتاكيد have bad effects on كلمه have bad effects on لها تاثير سيء على اللي بالتاكيد لها تاثير سيء على both people and the soil كلا من both and يعني كلا من كذا وكذا يبقى both people and the soil كلا من الناس والتربة الزراعية يعني نقص يعني عايز اقول الفيضانات دي كانت بتفيد برضو كل الاراضي الزراعية ومنع وصولها للاراضي الزراعية قلل خصوبة الارض يعني دي القطعة الأصلية هي القطعة اللي المفترض تحلوها لوحديكوا دي طيب ناخد الأسئلة floods الفيضانات can benefit people by يعني يمكنها أن تفيد الناس بإيه بقى destroying land تدمير الأرض ولا making agricultural land fertile جعل الأراضي الزراعية خصبة يبقى الإجابة هي بي تفيد الناس بجعل الأراضي الزراعية خصبة يبقى الإجابة هتبقى ليدر بي اللي هي جعل الأراضي الزراعية خصبة بعد كده قال لي بين فلون طبعا غلط بين ان ريفرس برضو كل ده غلط الإجابة السؤال اللي بعد كده بيقول لي ذي أسوان دام سد أسوان as well as وكذلك برضو the Thames barrier حاجز at times is a إيه عبارة عن إيه عبارة عن wall عبارة عن جدار جدار ضخم يعني built بنية across a river عبر النهر يعني بعرض النهر اخذ النهر كده بالعرض صح هو ده اللي حصل ولا large lake next to a river بجوار النهر بحيرة كبيرة بجوار النهر غلط طبعا building for boats بناء للقوارب ولا wall built next to a river هو عبارة عن جدار بنية بس بجوار النهر لا across the river بعرض النهر او عبر النهر السؤال اللي بعد كده بيقول لي the central idea كلمة central idea يعني الفكرة المركزية of this passage لهذه القطعة is floods or بتدور حوالين ايه ان الفيضانات or لو قال لي always beneficial يعني دائما مفيدة بتكون دائما مفيدة never harmful عمرها ما بتكون مضرة يعني ولا always harmful دائما ضارة ولا sometimes beneficial احيانا بتكون مفيدة طبعا الاجابة هتبقى sometimes beneficial
sometimes beneficial، يعني احيانا بتكون مفيده، لان مش على طول صح. افرضوا فاضت وغرقت الاراضي الزراعيه وبهدلت الناس وكده ودمرت البيوت، يبقى نقوله احيانا بتكون مفيده، لو خصبت الارض الزراعيه وكده تبقى مفيده. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي with the existence of its barrier، مع وجود هذا الحاجز. superior the Thames is expected to، يعني نهر التيمز ده من المتوقع في وجود يعني الحاجز ده، ان destroy يدمر more fertile soil on its banks، ولا threaten يهدد the lives of many people، حياة الكثير من الناس، ولا demolish its barrier soon، demolish يعني يهدم يعني، ولا rise يرتفع many times in a few years، يرتفع الكثير من المرات في السنوات القليلة. لا الإجابة الصح تبقى دي، يبقى rise يرتفع many times in a few years، وهو أشار لها في القطعة لما قال تم رفع حاجز التايمز أكثر من 100 مرة في الفترة اللي هو أشار إليها دي، يبقى rise يرتفع many times in a few years. السؤال بعد كده بيقول لي according to the passage، يعني طبقا للقطعة، walls are sometimes، الجدران دي بتكون احيانا ار سم تايمز، طبعا ار مع بيلت تبنى، يبقى تبنى احيانا along the sides of rivers، على الجوانب النهر، مش بعرض النهر بقى، على امتداد النهر، بطول النهر بس من الجوانب. of rivers to، لكي ايه؟ خلي بالكوا بقى، بتاخد الجوانب بتاع النهر ويعلوا الجدران. بيعملوا الموضوع ده ليه؟ لكي ايه؟ stop people from falling in، منع الناس من السقوط فيه، ولا collect rain، تجمع المطر، ولا keep water out of the river، خلي بالكم لفظ keep water out of the river يعني يحفظ المياه خارج النهر، يحفظ المياه بره النهر، ولا keep water in the river، يحفظ الماء داخل النهر وما يخلوش يطلع بره ويغرق الشوارع وكده. يبقى الاجابه خلي بالكم الصح اللي ايه؟ هتبقى دي اللي هي keep water in the river، keep water in the river يعني يحفظ الماء في النهر وما يخرجش بره يعني. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the need for building، الحاجة لي، the need for يعني الحاجة لي، بناء building dams، السدود، will increase ستزداد in the future، في المستقبل، because of the ايه، بسبب الايه، boats، القوارب in the oceans، اللي في المحيطات، ولا walls along the sides of rivers، الجدران اللي على امتداد النهر اللي هي بطول النهر دي، ولا floods of the river، بسبب فيضانات الانهار، الفيضانات اللي بتحدثها الانهار. لا الاجابه هتبقى C floods of the river، ولا Thames barrier، طبعا الاجابه ايه زي ما قلنا، floods of the river، الحاجه لبناء السدود ستزداد في المستقبل بسبب فيضانات الانهار. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the Thames barrier اللي هو حاجز التايمز is raised، يرفع، بيرفع امتى؟ قالوها برضك في القطعه، ها قالوها في القطعة، بيتم رفعه امتى؟ وين؟ عندما the water level is low، مستوى المياه يكون منخفض، ولا ships are sailing along the Nile، ولا the water level is high، مستوى المياه يكون عالي مرتفع. هي دي الإجابة الصح، يبقى the water level is high، لما المياه بقى ترتفع يرفعوا معاها حاجز الايه؟ حاجز اللي هو the Thames barrier، بيرفعوه لما the water level is high، يكون مستوى المياه ايه، عالي. او قال لي بعد كده it rains heavily، تمطر بغزاره، كلمه rains heavily تمطر بغزاره، الاجابه زي ما قلنا خلاص هتبقى ايه، سي. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the Aswan dam، سد اسوان was mentioned، ذكر in the text، في القطعه تو، لايه؟ لكي ايه؟ emphasize، يؤكد على، كلمه emphasize دي يؤكد على the importance of building dams، أهمية بناء السدود. the importance ده الاسم من important، يعني أهمية بناء السدود، يؤكد على أهمية بناء السدود صح. لما قال لي وسد أسوان مثال جيد على ذلك، لما أشار إليها وقال أنقذ مصر من الكثير من الفيضانات لسنوات، يبقى كان بيشير لإيه؟ لأن بيأكد على أهمية بناء السدود. قال لي بعد كده show how dams tackle، كلمة tackle the problem يعني ازاي، كيف ان السدود
تاكل ذا بروبلم، تحل مشكله الجفاف. طبعا بعيده خالص الجمله. ولا بروف تبرهن ذات ايجيبت واز ايبل تو بيلت، المفروض هنا في تو، يعني مصر استطاعت يعني ان هي تبني السدود. ولا هيلب بريفنت، تمنع تساعد في منع ذا سي ليفل، مستويات يعني البحر، فروم رايزنج، من الارتفاع. الاجابه زي ما قلنا اللي هي الاولى هتبقى ايه، اللي هي امفسايز ذا امبورتنس اوف بيلدينج دامز، اهميه التاكيد على اهميه بناء السدود.